وهذا الفئة المهمشة هي فئة طيبة، فئة كريمة، فئة عزيزة، واحنا بنوصلنا ما لنا لا راية وما لنا لا حكمة. محمد حسن أحمد إبراهيم، عضو في دار السلام، رئيس لجان السلام. من الفئة المهمشة 2005 تقريبا كذا، كانت لنا قضية وتعاونت معنا وسعينا إليها. هي القضية كانت في دار سلم وانضمينا إلى دار السلام، بحيث أن احنا سعينا احنا والشيخ عبد الرحمن المروني رئيس منظمة الثار، وكان المنظمة لها عضو فعال في القضية بيت علي عيسى الذي هم المتهمين، والغرماء هم بيت علي عبادي. في ضحية واحدة وأكثر من حوالي 10 مصابين، بيت الجمل وبيت المغربي، وكان فيها ضحية العاقل شوقي حمادي، بحيث الذي قالوا أطلق عليه على حسب ما سمعنا أنه علي فراج. والآن الحمد لله نقول سعيت فيها، سعت فيها منظمة الثار، وكان تقبلوا منهم فئة كانت فيها مسموعة كثيرة. والآن إن شاء الله نقول أن وصلنا إلى طرف الحل في القضية. نحن نسعى في هذا الشأن، وإحنا متضررين منه كثير، لأن هذا الشيء هو أنه في اغتصابات وفي اختطافات، وفي منها قضية هي قضية الذي وقعت برضه في دار سلم، قضية الشيخ طاف مرأة تخطف ثنتين بنات، ووجدناها إلى داخل حديدة. الحمد لله نسعى الآن في قضايا كثيرة أن نحلها، والله يا وفقنا إن شاء الله. نعم، أنا شاركت في عدة ورش طبعاً تدريبية، وأنهم دعوني أن أكون رئيس لمنظمة الثار في الفئة المهمشة. لجنة مكونة من الفئات المهمشة يعني في محافظات اسمها صنعاء، أيوة في محافظات مختلفة، في منها في حضرموت، في منها في عدن، في منها في تعز والبيضاء والتهامة ومارب والجوف وطبعا صعدة. احنا تطورنا لهذا الأمل وما زلنا بنكرس ومستعدين أن نخاطر حتى دروسنا مطرحها فيها في هذا الشيء. ولن نتراجع عنه، بنظل نسعى فيه حتى نموت إن شاء الله. وهذا هو عمل خيري وعمل تطوعي، ونشكر من تعاون معنا ومن قام بالتنسيق معنا في هذا المجال، ونسأل من الله